تقترب استضافة الكويت لمؤتمر إعادة إعمار العراق المحدد في منتصف الشهر القادم بمشاركة أكثر من 70 دولة وبدعم من القطاع الخاص في هذه الدول وبدور رئيسي للبنك الدولي الذي سيوفر ضمانات الاستثمار للمستثمرين المتخوفين من المشاركة بمشاريعهم الخاصة في العراق. بمشاركة القطاع الخاص الكويتي راح يكون مشاركة قوية جدا لأن فيها تعليمات من صاحب السمو ودولة الكويت بهذا الاستثمار، ولكن في الاستثمارات داخل جمهورية العراق، لكون ان اول شيء البلد احنا ساعين لتطوير العلاقة ما بعد الاحداث اللي صارت في الغزو الصدامي، اثنين نبي نحاول نعزز هذه العلاقة بتنمية السوق العراقي وتنمية القطاع العقاري والاستثماري والبنكي. هذا الموضوع ما راح يتم الا لما نسهل الامور ما بين الدولتين. واكد وفد كويتي حكومي واعلامي زار بغداد السبت ان بلاده مصره على مشروع اعمار المناطق المحرره، مؤكدا ان الكويت بدات استعدادها للمؤتمر وان الفرصه ما زالت كبيره امام زياده عدد الدول المشاركه. تم التنسيق أن يكون هناك زيارة لوفد إعلامي كويتي يمثل القطاعين، القطاع الرسمي والقطاع الخاص. هذه الزيارات اللي دائما نحرص عليها أن هي سوف توطد وتؤكد على مزيد من العلاقات الإعلامية بين المؤسسات الإعلامية في دولة الكويت وفي جمهورية العراق الشقيق. من جانبه أبدى نقيب الصحفيين العراقيين ترحيبه بزيارة الوفد، عدها خطوة تعزز مشروع التعاون ما بين الدولتين، لافتا إلى جهود الكويت الكبيرة في توفير التسهيلات اللازمة للمشاركة الإعلامية في المؤتمر. هذا الوفد جاء بمباركة من الجهات العليا في دولة الكويت، سيلتقي بكبار المسؤولين العراقيين، الرئاسات والوزراء المختصين والشخصيات ذات العلاقة، وأيضا التقى بعدد من الصحفيين، وهناك لقاءات أخرى سيطلع على حاجة العراق الفعلية حتى يستطيع أن يفعل دور القطاع الخاص والقطاع الحكومي في دولة الكويت بتقديم العون من خلال مؤتمر أعمار العراق. يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق حاجة العراق إلى ما يقارب 100 مليار دولار لإعادة إعمار المرافق الحيوية، منوهة إلى أن المؤتمر سيناقش موضوع تأمين العمليات الإنسانية في المناطق المحررة من تنظيم داعش. لميس عبد الكريم، قناة الرشيد الفضائية، بغداد.